أحسن الله إليكم. وهذا سائل يقول: إذا كان تارك صيام شهر رمضان متكاسلا لا يكفر، فما الفرق بين أركان الإسلام الخمسة وبين بقية الواجبات الأخرى، ولما سميت أركان الإسلام؟ أركان الإسلام لأنه يقوم عليها الإسلام، مثل ما يقوم البناء على الأعمدة، كذلك الإسلام يقوم على هذه الأعمدة الخمسة الأساسات. وفيه فرق بين الأركان، بعضها عملي وبعضها اعتقادي. الاعتقاد لا يجوز التساهل فيه، ولا يعذر أحد في تركه للكسل أو، أما العملي فهذا محل بحث ومحل تفصيل. نعم.